أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: من هم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقا ومن هم الذين أنكروا الشفاعة مطلقا، وما حكم من أنكر الشفاعة وجزاكم الله خيرا؟ الذين أنكروا الشفاعة مطلقا هم الخوارج والمعتزلة، والذين يحكمون بكفر صاحب الكبيرة، يقولون صاحب الكبيرة كافر ولا يدخل الجنة، إنما يخلد في النار، ولذلك نفوا الشفاعة، قالوا من دخل النار فهو كافر ولا يخرج منها، هذا على مذهبهم الباطل. الذين أثبتوا الشفاعة مطلقا هم الخرافيون والصوفية الذين يطلبون الشفاعة من القبور ومن الأضرحة ومن الأموات، هؤلاء أثبتوها مطلقا بدون شروط. نعم. والذين توسطوا هم أهل السنة والجماعة، فأثبتوها على موجب الأدلة الواردة فيها، لم يثبتوها مطلقا ولم ينفوها مطلقا، وإنما أثبتوها على ضوء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة.